طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الكليب الذي كان عن الحج كتبه الشاعر أبو بكر الحبشي. سعدنا أن يكون معنا الآن على الهواء مباشرة. أستاذ أبو بكر، حياك الله وسعداء جدا بأن تكون معنا في هذه المداخلة. حياك الله أستاذ وائل، وحيا الله جميع متابعي قناتنا قناة إقرا الفضائية، ونبارك لكم هذه الأيام المباركة، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة أعوام عديدة وسنين مديدة، وأن يكتب الحج لمن لم يحج، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويغفر لهم ذنوبهم، ويعيدهم إلى أوطانهم وبلدانهم ومحافظات سالمين مغفوري الذنوب مستوري العيوب. اللهم آمين. اللهم آمين. كل عام أنتم بخير. حقيقة فاجأتونا هذا العام بهذا العمل الجميل للفنان حسين الجسمي، وهو غير مستغرب عليه المشاركة في هذه المناسبات، ولكن أيضا الكلمات كان لها دور، حركت الفنان لإنتاج هذا العمل الجديد والجميل، والذي أخذ مساحة كبيرة وواسعة من الانتشار خلال الفترة الماضية. نود أن تحدثنا عن قصة كتابتك لهذه الكلمات، وعن هذا التعاون مع الفنان حسين في هذا الموسم، موسم الحج. مثل ما تفضلت أستاذنا الفاضل، الموسم موسم الحج هو موسم يجمع جميع المسلمين، تعتلف عليه قلوب جميع المسلمين، وكان لابد لنا أن نذكر هذا الموسم الاستثنائي للعام الثاني على التوالي التي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بتيسير أمور الحج رغم الجائحة. فحتى كتبت في تغريدة أنا عبرت عن مشاعر كثير من المسلمين الذين أرادوا الحج وكانوا ينوون الحج وكانوا يخططون للحج، ولكن لم يتيسر لهم بسبب هذا الوباء. أستاذ حسين الجسمي عن طريق إدارة مكتبه الفني حقيقة تعاون وتعاون كبير جدا في جميع مراحل إنتاج العمل، من تسجيل الكلمات والألحان والتواصل مع المدير الفني وفريق التوزيع والهندسة الصوتية والمكساج. الأمر اللي ممكن تستغرب أستاذ إن العمل كاملا من الألف إلى الياء تم في خلال أقل من 10 أيام، يعني دخلت علينا أيام ذي الحجة. أي والله الأستاذ حسين آمن ولله الحمد بالكلمات، أعجبه اللحن، شعر أنها توصل مشاعر كثير من الناس، أنه حجت قلوبنا إليك يا رب، إن لم نستطع الحج بأجسادنا فها هي قلوبنا تحج إليك من الالتياع ومن الشوق، فارحم إله الكون ضعف قلوبنا واكتب أجورا في صحائفنا لديك. ثم ذكرنا أنه أن هذا الوباء منع الحجيج مشاعرا تهفو لها أرواح كل المسلمين، فرسالة الإسلام تمضي حجة درء المفاسد مقصد الشرع الرصين، والدولة الغراء دولتنا المملكة العربية السعودية أمضت حجة وشعارها حجوا جميعا بسلام آمنين. فالحمد لله أستاذ حسين أعجب بالكلمات وقال نتوكل على الله ونسجلها، والله بيبارك في الأوقات، خرجت لله الحمد مثل ما تفضلت، وربنا يعني لله وحده الفضل والمن في هذا، انتشرت الحمد لله في كثير من القنوات، وكانت كالعادة قناتنا قناة إقرأ سباقة، جزاكم الله خير في نشر هذا الكليب.